أيام عصيبة وسنوات عجاف مرت على العراق وأهله، ملأها الطاغية وحزبه وأعوانه بالمآسي والويلات ومظاهر الخراب. لكن لكل ظالم نهاية، ولكل شهيد صرخة تزلزل عروش المتجبرين. فكان يوم 9 نيسان من عام 2003 موعد إسدال الستار على أبشع مشهد في تاريخ العراق الحديث دام 35 عاما، وكان يوم انتصاف المظلوم من الظالم.